جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل؟ هل المقصود منه أن النبي كان يفسر القليل من القرآن، مع العلم بأني لا أجد الآيات ما لا أجد إلا آيات ينسب تفسيرها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي قليلة؟ هذا ليس بحديث، هذا الذي ذكرته السائلة ليس بحديث، والله جل وعلا أمر نبيه أو وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس القرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأمته بيانا واضحا بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.